توفيق مقلده. من أين أنتم؟ من دالية الكرمل. أهلاً وسهلاً. ما هي مهنتكم؟ أنا صاحب كلية. منجيب أشخاص يجي يتعلموا استيراد في تركيا، الاستيراد تصدير تجارة دولية، وهذا اختصاصنا. بنعلمهم كيف يتواصلوا مع مصانع مع معارض، وكمان كيف يسوقوا بضاعتهم والحمولة بعد ما توصل لعنا على الدولة. كيف وجدتم معرض؟ ما رأيكم على ذلك؟ ماذا رأينا بمعرض تراب؟ الصراحة معرض تراب هاي ثاني أو ثالث مرة منشارك فيه. معرض غني عن التعريف، قيم فيه كثير أشياء من شتى المجالات، بالأخص في منتجات الأغذية. معرض حلو وجميل، وبنصح كل شخص يشترك في هذا المعرض.